وصل آخر رسولنا يا صقر. آخر رسول ترجل عن جواده قبل لحظات. بشر، خمسة من القبائل لبت نداءك يا صقر وأرسلت جيوشها. خمسة؟ وبجيشنا نصبح ستة. ومتى سيكون وصولهم؟ قبل أن تغيب شمس الغد ستكون جميع الجيوش هنا. ألا تظن أن الأمر يستحق احتفالا؟ خمسة من القبائل وتريد أن نقيم احتفالا؟ خمسة من القبائل عندما تدرك خطر الروم، هذا أمر يدعو للغبطة والاحتفال، والاحتفال كما تعلم يقوي من عزيمتنا. كم كنت أتمنى أن تدرك القبائل كلها أهمية هذه المعركة يا طقام. فكيف أمسكت به حيا مرة أخرى؟ عذرا أيها الحاكم، أنا أعترف بأني خشيت إغضابك في زيارة السابقة فادعيت بأني تمكنت من قبيلتهم، ولكن هذه المرة فعلت لأن الوقت والفرصة سمحا لي بذلك. على أي حال أيها الحاكم، كانت كذبة بيضاء ليس إلا كي لا أبدو أمامك فاشلا من المرة الأولى. سيدي صقر، هل تسمعني؟ هل تسمعني يا سيدي؟ هل تسمعنا يا صقر؟ سيدي! أجل، أجل يا سعد، أجل. أراك خارج الحفرة. أنتظر قدومك. أنت لست مجنونا؟ أنا صدقتك. أرجو أن تكوني صادقة معي. أنت لست مجنونا؟ ولكني عاجز عن الفهم.
تشبث ولا تدع المياه تجرفك. قوة المياه قد تقطعك فتأخذك إلى شلال ارتفاعه 100 ذراع، وهذا يعني أن تتحول إلى 100 قطعة. أي علاج هذا يا ابن الأكثم؟ أين صلابة صقر القائد؟ أين شموخك؟ ما يشنونه علينا ليست حرباً أيها السادة، إنها مجازر، مجازر تستهدف الصغير قبل الكبير. أي هول ينتظر هذه الأمة منهم؟ هذه الأمة التي عرفت بالإباء، عرفت بالنخوة، بالمروءة. صحيح أننا لم نصحو إلا حين طالت حرابهم حناجرنا، لكننا صحونا. المهم أننا صحونا. سرمد، إذا كنت رجلاً حقيقياً أخرج بصدر مدفوع إلى الأمام. لا تحاول تحريضهم يا صقر، فنحن روح واحدة وجسد واحد. هل تظن بأننا لن نقتلكم إن بقيتم في أحضان نسائكم وأطفالكم؟ أنتم مقتولون لا محالة يا سرمد، حتى لو أخذنا معكم كل الأطفال والنساء. فاخرجوا إلينا فرسانا حقيقيين يقدمون حياة أهلهم على حياتهم.